الطاقة الشمسية اختاريتها لأنه خف مصروف، مازوت ما فيه، كهرباء ما فيه، وعندنا أرض بدنا نحييها يعني، وحطينا الطاقة الشمسية حتى نزرع ونعيش يعني. كيف أثث علينا الحين؟ مو شوي يعني، احنا هلا بيرنا هذا أولي على 30، هلا ديش المرة حفرنا على 60 يعني، تأثرت المواد الجوفية، أثرت حيل على الجو، أثر حيل على الشيء هذا يعني. ما عنده طاقة وما عنده محرك، وأنا قلت لك أقطع انظر حيل ومال يعني، كزارة قطني بس خضرة يبست خالص والناس أغلبها هسه قامت تركب طاقة شمسية يعني، اللي عنده محرك قام يبيعه وركب طاقة. Thank you.